هنا في هذه القرية التي يتجاوز عدد سكانها 1000 نسمة تنتشر الحفر الفنية بدلاً من شبكة أو مشروع للصرف الصحي، هكذا في الشوارع والطرقات وبين المنازل. حي العصائب التابع لعين الكروم في ريف حماة الشمالي الغربي يعاني من انتشار الأمراض والأوبئة بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الصيف. طلب نصرنا هلا كان متقرر من شي 4 5 سنوات على أساس أو أكثر 10 سنوات مقررين صرف الصحة، ليش وقفوه؟ ما عرف. فمن طالب ما حدا برد علينا. في عندي حبي هون اللي هي من عضة البعوض طبعا، والبق والشمانية وما بعرف شو الأمراض كلياتها هذه موجودة عندنا هون واسطة الجوار الفني. والله سكان الحي يعني في أكثر من 200 بيت، يعني 250 بيت منزل، في 1000 نسمة يعني ما يقول عنه. هو حي يعني نازل على المخطط ونظامي، ما في أي شيء، نازل المخطط من زمان يعني. ونوعدنا آخر مرة يعني من 4 سنين، هي من 4 سنين تماما طلعت الدراسة والوضع بالخطة والتجهيزات كلها جاهزة. هلا آخر شيء قال فرق الأسعار، كم مواطن أولادي عم يمرضوا بالشتوي، مدارس عم يروحوا وحل ويرجعوا وحل، يعني وضع مزري. يعني 4 سنين ما خلينا لا جهة إعلامية ولا صحفي إلا وناشدناها، وأجت صورت والله يكثر خيركم قناة سما، أنتم الصوت الحقيقي للمواطن. يعني بنتفاجأ إنه آخر شيء من يومين المحافظ إنه مش معاه لحد الآن مشكلة الأصايب، لحد الان قال هو على الهواء مباشره، قال انه والله انا هسه حي الاصايب ما نسمع فيه، علما انه رائد عقود عضو المكتب التنفيذي اكدت انه السنه حسمت لنا اياها، حسم انه الوضع الصرف الصحي لمنطقه لحي الاصايب وضع بالعنايه، بس ما بعرف اي عنايه. يعني واقع خدمي سيء يعيش فيه اهالي هذه القريه منذ عده سنوات، حيث طرح الامر مرات ومرات على المعنيين، لكن وكالمعتاد لا تاتي الاستجابه بالامر لهين. بسبب الصرف الصحي هون والتلوث، يعني صارت بين السنة هذه بقى يعني كذا إصابة صارت عندنا هون بالضيعة ومن ضمننا أنا يعني، وتعالجت فيها يعني، حتى الإصابة كانت قوية لدرجة وصلت للالتهاب، يعني خدت لها إبر التهاب وخدت لها إبر فيها وحبوب وهالشغلات. الصرف الصحي عندنا ما في صرف صحي، الجو الفني عم تطوف جبالي، عم نساحة كذا مرة وعلى طول عم تتعب وعم تسرح بالجنب البيوت جنب الابار الارتبازيه، امراض لشمانيا في صار لشمانيا كثير، وفي اذا فيك تحقق الموضوع كمان المستوصف موجود كان يتعالج بالمستوصفات عندنا. حدا عم يرد ولا حدا منه. حتى هو صرف الصحي كان جاي من الشحطه بده يغزو الاصايب وتل النحل، وقفوا عند تل النحل وال شو اسمه الاثار المتاحف وقفته. على ذمه المتعهد والمسؤولين المعنيين بالموضوع هذا. كل القرى اللي بجانب العصايب تنفذ فيها مشروع صرف صحي الا العصايب. مع انه المصب اللي كلف 150 مليون بجنب باتجاه الشرق للعصايب مكلف 150 مليون وقريب على العصايب وما كانوا ينفذوا، يعني مصب اجوا وعملوه وكلف 150 مليون ولا 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 استخدموا تركوه بلا استخدام. هيك يشار الى انه كان من المقرر تمديد مشروع صرف صحي قادما من الجهة الجنوبية للحي من اتجاه تل النحل، لكنه توقف دون أسباب واضحة، فمن يوضحها اليوم؟